صدرنا لمؤتمرنا عنوان تأثير سياسة سعر الصرف والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي على الاستقرار المالي والنقدي في دول مجلس التعاون الخليجي. نظراً للدور الذي تؤديه هذه المواضيع في تشكيل البنية الحديثة لاقتصاداتنا، ويفرض علينا أن نكون على أتم الاستعداد لمواكبة التغيرات المتسارعة. قد اتخذت معظم دول الخليج سياسة سعر الصرف الثابتة، وقد أثبتت هذه السياسة في العقود الماضية مدى نجاحها والفوائد التي عادت على اقتصاداتنا.